المدرسة في روسيا التي تم إطلاق النار فيها. تاس تتحدث عن 6 قتلى وعشرات الجرحى جراء إطلاق النار على هذه المدرسة في مدينة إيجيفسك الروسية. نتابع هذه الصور للإجراءات الأمنية المتخذة حول هذه المدرسة وأيضا لإخراج الأطفال من هذه المدرسة حيث تم إطلاق النار. وحسب تاس حتى الآن هناك 6 قتلى وعشرات الجرحى. دعونا نستمع إلى الصوت الطبيعي. حسب وسائل الإعلام الروسية تتحدث بأن المهاجم انتحر، ولكن حتى الآن هذه أخبار غير رسمية. حسب بعض الوسائل الإعلامية تتحدث بأن هذا المهاجم انتحر، وحسب تاس عشرات الجرحى، ولكن أيضا بعض الوسائل الإعلامية في روسيا تتحدث بأن الجرحى وصل عددهم إلى 20 جريح، ولكن القتلى تاس تتحدث عن 6 قتلى جراء إطلاق هذا النار على مدرسة بمدينة إيجيفسك الروسية. للمزيد طبعا خلال هذه النشرة والنشرات اللاحقة.